قادم برامج هشام حداد. اهلا وسهلا فيك على موقع الفن. الله يخليكم، تحيه لموقع الفن. يعني مش حنسالك عن تعاونك مع الممثلين، بنعرفهم كلهم اصدقائك، بس كمان بنعرف انه تصور الفيلم بجائحه كورونا. صور الفيلم من 4 سنين اذا ماني غلطان، قبل جائحه كورونا. انا صراحه كنت نسي، يعني كوبيتلي حتى نسي دوري شوي. فقد ما فينا اليوم عم نرجع نطلعه من الجرور ونحطه على السينما بالسينمايات، وبعتقد رح يعمل شيء مهضوم. حلو الفيلم، في بقلبه اسامي كبيره، بضحك، بيسلي، لايت، مهضوم، يجوا يحضروه. يعني بنعرفك انه انت شخص كثير مشغول بين تقديم برامج لبنان وبرا واعمال غيرها، شو خليك تقبل هذا الدور؟ انا بوقتها ما كان عندي كثير شغل مثل هلا، بعد 4 سنين يعني، والنص منه عاطل، فما في شيء كان سبب. والتعامل، انا على فكره بس لقلك انه انا مع رائد سنان علاقه طويله، هيدا يمكن 5 فيلم بعمله معه، فانا اصلا انا وفالكون قصه كبيره، يعني قصه طويله، وبحب اشتغل معه. انت اثبت نفسك بكل شيء عملته، ان كان بالتمثيل، كان على المسرح، ان كان تقديم البرامج، وكمان بنعرف عندك غرام كثير قوي للسياسه، معقول تتجه كليا برامج سياسيه؟ قبل يمكن لو سالتيني من سنتين كنت بقول لك ايه، هلا بقول لك لا، من بعد ما شوف عم شوف شو عم بيصير بالسياسه وموضوع التغيير ومش تغيير وما بعرف شو، لا فضل، لا تفضل ضل مطرح معنا. في كثير عالم عم تنتقد وتقول انه كثير هالقد هو ذاته لهون وبس، شو بتقلن؟ كثير هالقد هو ذاته لهون وبس، هو ذاته حيالله ليت نايت شو انعمل بامريكا وعاش 50 سنه، ليت نايت شو اتس فورمات، اللي بيعرف اللي عم بيحكي هيك بكون اصلا عنده شويه جهل. يعني الليت نايت شو اتس فورمات، وفورمات ما بيتغير، بيتفوت عليه شويه عوامل صغيره بتغير. يعني انا السنه الماضيه تفوت 3 كاركترات جداد، يعني نادي ابو شبكه واريج الحاج وربيع شقير، فبالتالي البرنامج عم في بقلبه تغييرات، وغيرنا مستوى الضيوف عالي كثير، واستضفنا ناس من مصر، سمية الخشاب، هاني رمزي، عم تحكي عن برنامج صار الليفل تبعه جدا عالي. فيهم يقولوا اللي بدهم اياه، الارقام والنتائج بتحكي عن حالها. مؤخرا عم نلاحظ انه كثره الامراض والسكتات القلبيه والجلطات، والعالم عم تقول انه من وراء فاكسان كورونا، بتوافقهم هالنظريه؟ ما في شيء اي شيء علمي بيثبت انه من وراء الفاكسان، انا ماني حكيم بس ما بعتقد. وين حنشوفك بعدين؟ بالتلفزيون بايلول، وباعمالي انا عندي صار اعمال خارج عالم التلفزيون، خارج عالم الاعلام، شغلت لي بالي. لتعرفوا كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد.